انت عارفه ان الاطفال دايما بيتاثروا باقل حاجه، واحنا عارفين وكل العلماء وكل الدراسات اثبتت ان ذاكره الاطفال دي ذاكره يعني فولاذيه، ما بينسوش اي حاجه. ده حقيقي. يعني قد ايه التنمر او الكلمه السيئه ممكن تاثر فيهم بشكل كبير وعلى مدى سنوات كتيره. هو مبدئيا كده احنا دايما طفولتنا قدامنا مش ورانا، بمعنى ان دايما الحاجات اللي بتحصل لنا في الطفوله هي اللي بتاثر علينا بعد كده مدى حياتنا. فعلشان كده دايما الاطفال لما بيتعرضوا لتنمر تفضل طول الوقت مأثرة عليه، حتى يعني مهما كبر، مهما اتغير مستواه، مهما يعني بقى وصل لمكانه كويسه في المجتمع، دايما التنمر اللي حصل له وهو صغير دايما بيفضل مأثر عليه، بيأثر على ثقته بنفسه، على علاقاته باصحابه، ممكن يعني يوصله لمرض نفسي، ممكن يخليه دايما عايز يقعد لوحده، ممكن يحصل له امراض جسديه، يعني ممكن يوصلوا لحاجات فظيعة من كلمة،